اليوم انا في جلوريا فاشن شو التكريم ديالي كاحسن ميكاب ارتست في العالم العربي، وهذا الشيء تيشرفني وكيشرف كاع المغاربه. يعني انا واحد المغربي اللي متابر واللي تقاتل باش يوصل، والحمد لله باقي تنقلب على الاهداف ديالي. مش ضعفيت حكم تشوف يا مروحي انت باغي اكثر مني دابا حاليا. انا حيدت الخبز والحلاوه بيان سور، كندير ديجا لو بالون غاستريك اللي ما صدقات لياش، اللي ريكوبيرات لي البوا ديالي جوج المرات، وتبعت واحد التريتمون في رمضان اللي هو واحد الرجل شي قاصح، والحمد لله انا باقي غادي، باقي ما وصلتش الريزلت اللي بغيت انا. شنو تشوفني انا؟ كيفاش داك المعيار الاولي شي كتعير مؤخرا؟ ماشي معيار، حنا مراكشي ما عندناش المعيار، حنا عندنا الطالعه بالمراكشيه اللي كنضحكوا عليها الماتو كنشركوا هو المعيار. المعيار هو انك كتسب من الصمت لتحت ولا الوالدين ولا الاصل ولا هذا هو المعيار. اما المعيار عند بعضيين الا قلتي ماتو كنشركا راه معيار، ما معيارش. المهم حنا في نطاق الضحك اللي كما كتشوفوا، يعني ديما كندير اللايف ديالي باش نضحكوا مع الناس، باش فاش كان كونفينمون يعني كانوا اللايف تيوصلوا 100000 110000 90000، يعني ما ساهلاش. كون كان معيار ما تتابعونيش الناس، والحمد لله فيما مشيت محبوب فيما مشيت كيعيطوا عليا الناس، سواء في المغرب سواء خارج المغرب الحمد لله. كتشارك بزاف لي زيفينمون بحال هكا؟ لا لا كتشارك مع الناس زعما كوم ميكاب ارتيست؟ لا باقي كنخدم هنايا، كنشارك في هاد لي زيفينمون بحال هكا وكنخدم ميكاب ارتيست، وميم طون كنخدم في نفس الوقت شونتور الحمد لله، اللي وليت كنغني الشعبي وكاين واحد الاقبال عليا، وان شاء الله تنتظر مفاجاه ان شاء الله في الصيف اللي غيكونوا اعراس بزاف خارج ارض الوطن الحمد لله مع الجاليه المغربيه. كيفاش الدومين؟ عطيه العاص. ماشي سي با كيسيون ديال الدومين، الدومين ديالي ماكياج، ولكن الناس فاش يبغيو كمغني شعبي انا كدير الانيماسيون، يعني مرحبا علاش لا. الانسان كيقلب على الدرهم على قبل ولادو والديه، فيما كان الدرهم راه كنقلب عليه عادي. السر ديال الحجامه؟ السر ديال الحجامه هو ان الانسان تيكون شويه ستريسي، كيكون الالم ديال الراس، يكون شويه ديال الضلوع، لان الحجامه وصى عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، عندها منافع كثيره، لان لا بليباغ ديال الناس ما عارفينش الطب البادي ولا الطب النبوي كما تنقولوا حنايا، ما عارفينوش، خص الناس تبحث عليه، وان الحجامه عندها دور كبير في الصحه ديال الانسان. شو كيفاش هجمات الدجاجين؟ ما مسوقش، ما مسوقش، عايش حياتي كيف بغيت انا، كنتسوق، تكون دجاج، تكون جوج دجاجات، المهم كنعيش كأنا كذاك الانسان العادي اللي كوى راسو، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، المهم جواتي عيش تنعيش لذاتي، لان ما يمكنش نفق الجمهور، ما يمكنش نفق راسي باش انا نرضي واحد الانسان، كنرضي راسي هو الاول باش الناس يكونوا راضيين بيا الحمد لله، وكنلقى واحد القبول من الناس الحمد لله كبير، هذا هو الاساس. جواتي كاين شي حالات بحالهم تقدر تعاون معاهم؟ نعم؟ حالات ما فحالهمش وتعاون معاهم. خويا اللي تعاوننا معاه في الاخر تقلب علينا، اخر مره راه واحد كنا هضرت معاه في التيك توك على قبل عمليه في تركيا، وفي الاخر تواصلوا معاه الكلينيك وطلع لهم فيو ما بغاش. انا من اكس وان اكس ما بقيتش اخويا، اي حاجه كتقلب عليك كدير اللي درتي في الاخر تيقول لك حقا ما حقا سرقتوني حقا هذا، لا بين تعاون تعاونيت مع خويا ولا اختي ولا الناس المقربين، الصداقه في المقربين اولا. نجيك من الاخر، انا عندي خويا الكبير ما فحالوش، اللهم هو فيه ولا في البراني. نجيك من الاخر رسالتي للجمهور؟ الجمهور تنقول شكرا بزاف الحب ديالكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للقننه ديالكم، وهذا الشيء اللي كاين. رساله للمنتقدين ديالك؟ ما عندي كاع منتقدين. الو ماما. شوف كل ما كانش المنتقد ما نوصلش، يعني ما تيكثروا المنتقدين الا وانا ننجح، يعني انا كاين المنتقدين الا وانا باقي حاضر في السوق، نهار ما يكونش المنتقدين جواد ما كاينش، ولكن عظم مع امهم حتى الموت. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في،
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.